بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وهذا اللقاء الجديد على قناة مصادر الحياة، واللي هنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى عن الفشل والنجاح. وكثير من الناس او من الشباب هذه الايام يصف نفسه بانه انسان فاشل، بل ويفتخر امام الاصدقاء والاصحاب، وهم بلا شك اصحاب السوء، انه انسان فاشل، انا فاشل، انا فاشل، انا بعمل كل انواع الفشل، ويفتخر بهذا. فما هو الانسان الفاشل والانسان الناجح، وما هو مقومات الفشل والنجاح، وكيف نحكم على الانسان هذا فاشل او هذا ناجح؟ الحقيقة ان الفشل والنجاح هي عملية نسبية مطلق، بمعنى المخطئ من الناس يعني كثير من الناس يخطئ باعتقاده ان الانسان اللي معاه فلوس، اللي معاه سلطة، اللي معاه جاه بيعتبر انسان ناجح، واللي ما معاش فلوس، اللي ما معاش سلطة، اللي ما معاش جاه بيعتبر انسان فاشل. وهذا حكم خاطئ تماما تماما تماما. للانسان الولن الانسان الناجح ببساطة وعلى اعتقادي هو الانسان الذي يستطيع ان يكتشف قدراته، ثم ينمي هذه القدرات، ثم يستغل هذه القدرات في ان يخدم حياته ويحرك حياته الى الاحسن. يبقى الانسان الناجح هو الانسان الذي يستطيع ان يكتشف قدراته، ثم ينمي هذه القدرات، ثم يوظف هذه القدرات في إدارة حياته إدارة ناجحة. أما الإنسان الفاشل فهو الإنسان الذي لا يستطيع أن يكتشف قدراته، أو قد يكتشف قدراته ولا يستطيع استغلالها، أو قد يكتشف قدراته ويستطيع استغلالها ولكن يستطيع استغلالها في الأسوأ وإلى إفشال حياته. مثال: إنسان يستطيع أن يرسم ويزور ويقلد، ده اكتشف هذه الموهبة، استغلها في تزوير العملة وتزوير المستندات وخلافه، هذا انسان ايضا يعتبر انسان فاشل. فالانسان الناجح هو الانسان الذي يستطيع ان يكتشف قدراته ويستغل هذه القدرات في حياته استغلال جيد بما ينفع نفسه ومجتمعه والمحيطين به. إذن على كل إنسان أن يقيم نفسه، على كل إنسان أن يكتشف قدراته، على كل إنسان أن ينمي قدراته. ليه تنمية القدرات؟ العصر اللي احنا فيه دلوقت هو عصر يتغير ليس كل يوم ولا كل ساعة بل كل ثانية، وعلى الإنسان أن يواكب هذا التغيير بالتنمية وبالاطلاع والقراءة وتنمية نفسه وتنمية قدراته حتى يستطيع مجاراة هذا العالم السريع جدا في كل شيء. من هنا نقدر نحكم على أنفسنا، هل أنا إنسان ناجح أم أنا إنسان فاشل؟ وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.